طيب معانا على الهاتف كابتن ناجي خليل، عضو اللجنه الفنيه بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن ناجي. النور يا فندم. اهلا بيك وسعداء بمشاركتك معانا. ده انا اللي سعيد بالمشاركه. تقول ايه عن الكابتن محمود صالح الزميل، زميل في العمل من خلال خبراتك بيه على المستوى العملي والانساني؟ والله كابتن محمود من اولا كلاعب لا غبار عليه، رغم انه لعب في مرحله فنيه كبيره، يعني جن بالاهلي كبير شويه، لعب في مرحله الاشبال، بس زي ما تقول متمرن في النادي الاهلي بقاله 10 سنين 20 سنه، يعني عنده استيعاب للمكان اللي بيلعب فيه، تكتيك، لعب بحرفيه كبيره ولعب على لعيبه ذو امكانيات عاليه. فمحمود يعني يعتبر موهبه من المواهب القليله اللي جت في مصر في المركز ده. وعلى مستوى علاقاتكم الاجتماعيه والصداقه والتعاملات معاه، محمود صالح الانسان بعيدا عن لاعب الكره. محمود من اطيب الناس اللي تقابلهم في حياتك في مجال كره القدم، من انضف واطيب الشخصيات اللي موجوده في كره القدم في مصر. يعني وكل اللي بتعاملوا معاه يبصموا بالموضوع ده، ان محمود من اطيب وانضف النوعيات اللي ممكن تتعامل معاها في مصر. دي نقيس على كده كمان ان محمود من لعيبه الكوره القليله المؤهله في كره القدم، دكتور كره قدم، يعني بيحضر دكتوراه كمان 3 اشهر رساله الدكتوراه، لكن هو حق يعني دارس وفاهم وعارف وعلى مستوى يعني جامد جدا جدا جدا، واللي قريب منه يقدر يعرف الموضوع ده. محمود له امكانيات كبيره جدا في مجال كره القدم، علم ويعني عملي ودراسي. بشكرك جدا يعني بشكرك جدا على مشاركتك معانا يا كابتن ناجي. كابتن ناجي خليل، عضو اللجنه الفنيه في النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك.